هدف أول بعد تلقيه لكرة رأسية من الغيني حسين كامارا لتهتز بعدها مدرجات ملعب النهر الصناعي العظيم فرحا بهذه الأسبقية المريحة والتي انتهى عليها الشوط الأول للقاء. وفي الشوط الثاني برهن الفريق الأحمر على تميزه وعلو كعبه على منافسه العماني فصال لاعبوه وجالوا في طول الملعب وعرضه قبل أن تتعزز النتيجة بثلاثة أهداف أخرى، حيث سجل الغيني عبد الله الهدف الثاني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء بعد عرقلة واضحة تعرض لها أفضل لاعبي الفريق والمباراة علي الحومة. وقبل انتهاء المباراة بخمس دقائق أحرز المهاجم سالم الرواني الهدف الثالث بعد مجهود فردي أكثر من رائع من الحومة. وفي الوقت المبدد من اللقاء قضى الغيني عبد الله على آخر أمل للنهضة في إمكانية تدليل الفارق بعدما سجل الهدف الرابع والذي قد يكون كافيا لتأهل الاتحاد للدور المقبل.